يا مرحبا فيك في برنامج يا مرحبا مليون عشاعر المليون الشاعر عبد الكريم البدراني من السعودية. يا مرحبا حياكم الله من خلال هالبرنامج الطيب، وأتمنى أني أقدم أشياء لي ليك بهالبرنامج. الله يحييك. معنوياتك؟ المعنويات عالية جدا ولله الحمد. كيف توصف نفسك؟ أوصف نفسي شاعر وأرجي من الله التوفيق. ياشين ميزان الصداقة ليامال، ياشين ميزان الصداقة ليامال، واختلفت الأخلاق وبليس غنى، وصارت على لفة وطلعة ومحوال، وقل النشاط ومستواها تدنى، ومن ثقلها بالنفس ما عاد تنشال، واللي يبي يصبر عليها معنا على التعامل مع مخيبة الأمال. يا رب ساعدنا ويا رب عنا، صار الزعل بريال والضحك بريال، اللي معك علم مخفيه عنا مدري وش الأسباب. يا طيب الفال إن كان فيها أسباب، وشاك منا تغيرت صحبتك، يوم الزمن طال طالت قوايمها وقامت تثنى، قربتها من حافة الجرف ونهال، وقام يتنثر سمنا من صحنا، راحت خطيط علوم وقفاي وقبال، دخن علينا عودها وامتحنا، بين مشاريهك على روس الأقذال حتى يبين حسيننا من حسنا، إن كانها شرها ومبدأ ومعدال، حنا هل المعدال من يوم كنا، وإن كانها نزغة شياطين وهبال، عسى مهنا يا جد اللي تمنى، الله خلق إنسان ما انتهى بتمثال، ضربت هاتي هالخلا لا تونى، وشقى قدم رجلك على طول الأميال، والله باعد شامنا عن يمنى، وعسى الفراق العقدة الحب الحلال، يمكن اللي بعدتهم يربع وطننا. جميل يا شاعر، حد خذلك؟ لا ولله الحمد. بس القصيدة تتكلم عن الخذلان، تتكلم عن الصداقة، وتتكلم عن النفوس تنباع بالمال. القصيدة تعبر، الشاعر يعبر عن المجتمع، تعبر عن موضوع دارج مع المجتمع وشي صاير للناس كلهم. ماذا تعني لك شبيكية؟ الشبيكية ديرتي ومسقط رأسي وديرة أهلي وربعي. يقولونك تعشقها؟ بالحين جدا جدا. شو المميز فيها؟ طبيعتها ووجود الأقارب والأخوان والشيبان. شو قصة قصيدة سلاح مذهب؟ مذهب هي لعل ما بيني وبينه مواصيل، اللي ورا طرد العلوم يتلهب، وليا عزمته وانت عندك رياجيل سنك تحضي لك سلاح مذهب. هذه قصتها، موضوع يعاني منها المجتمع، الشخص اللي إذا جاء في مجلس تخاف أنه يخطي على ضيفك أو يتكلم كلام ما يليق أو ما يظهر بالأسلوب الجيد. تقصد الرجل الثرثار في المجالس؟ الثرثار في المجالس، نعم، وكثير الكلام. شو رأيك الوصف؟ يا سلام، أنت شاعرة أكيد. أشكرك. بوقت الرخاء لا تمدح فلان وفلان. كل العلم فزعتكم يظهر لك الصافي. نسيتها. يطيب الظروف القاسية في معظم الأحيان، تعلمك بأصحابك وتكشف لك الخافي، وبوقت الرخاء لا تمدح فلان ولا فلان، قل العلم فزعتكم ويظهر لك الصافي. هاي تطلع الخذلان، هاي تتكلم عن الشاعر، عن المجتمع كله. أنت صعب تعترف. أنا أتكلم بلسان المجتمع. عبر عن حالتك بالإيموجي الموجود. أخذ القريب على الكاميرا. ليش مستغرب؟ مستغرب والله من الأسئلة، ما أدري منين جبتيها. ننتقل إلى دائرة التحدي. وصلنا إلى دائرة التحدي، عندي ولا عندك؟ الله يستر. لا عندي. تفضل. والله ما خليك تعيدها، ما بخلي يعيدها. لو خيروك تجلس مع الإبل ولا تروح تشوف المباراة؟ أكيد الإبل. شو السبب؟ السبب الإبل هي أفضل عندي من المباراة، مع أن في ناس عندهم المباراة على حساب كل شيء. هي الهواية المفضلة عندي الإبل، وأفضل عندي من المباراة. عندي ولا عندك؟ عندي. بسم الله. اعتراف. الله يستر. لماذا رفضت اللعب مع نادي الهلال؟ والله كنت موقع مع نادي أوروبي. أي نادي؟
نادي برشلونة. أنا ما أبي أصدق ولا لا؟ لا صدقي. كنت لاعب؟ كنت لاعب. وقفت؟ وقفت. سبب؟ الشعر. الشعر أهم عن اللعب؟ أخذنا عن الكورة. شكرا لك وفالك الفوز في شعر المليون إن شاء الله. وياكم. شكرا. شكرا الله يعافيكم.